ولمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان وسط استمرار إضراب عاملي القطاع العام معنا من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني السيد علي شندب، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. ماذا يعني مواصلة هذا الإضراب من موظفي القطاع العام لأكثر من شهر في لبنان، وكيف يمكن أن يؤثر على طبيعة الأوضاع في البلاد؟ بدون شك عندما تضرب الإدارة اللبنانية، يعني جميع إدارات الدولة اللبنانية، جميع إدارات مؤسسات الدولة اللبنانية من وزارات وإدارات عامة وآخرها منذ يومين الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، أي وكالة الأنباء الرسمية للدولة اللبنانية، موقوفة عن العمل نتيجة هذا الإضراب. واليوم انضم للإضراب الكادر الإداري في وزارة التربية والتعليم. من الناحية العملية، الهيكل الإداري المسير للدولة اللبنانية هو في حالة تعطيل كاملة، الأمر الذي يعني بأن هناك لم يبق من الدولة يعمل إلا منظومة الفساد المسؤولة عما آلت إليه أوضاع البلاد والعباد. فهذا أمر يعني لعمري غير مسبوق في تاريخ لبنان، غير مسبوق أن تضرب الوكالة الوطنية للإعلام، وغير مسبوق أيضا أن تضرب كل الإدارة اللبنانية. هناك في الأساس كانت تضرب قطاعات، بعض القطاعات لها مطالب أحيانا تتضامن معها قطاعات أخرى حسب الظرف، أما اليوم فالبلد وصل إلى يعني هو يعني كلمة الانهيار وكلمة انتهاء الدولة. وهل هذا الكلام بات توصيفا لواقع معيوش كل يوم؟ الواقع في لبنان واقع خطير، واليوم يعني هناك ظاهرة جديدة تحصل، أن عمليات السطو، عمليات السرقة، عمليات الاعتداء على الناس باتت منتشرة أكثر بحثاً عن لقمة خبز، وأيضاً في نوع من التفلت حتى الأمني، في نوع من ظهور مسلح في بعض عمليات السطو. وهذا أمر صراحة يقلق اللبنانيين كثيراً في ظل ارتخاء القبضة الأمنية للمؤسسة الأمنية التي تعاني بدورها بعض التبطيل وبعض الفرار الكبير، وخاصة جيش أكثر من 5000. هل يدفع ذلك الأطراف اللبنانية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة برأيك؟ منذ قليل كان يتكلم رئيس التيار الوطني الحر صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، كان يتكلم وهو شبه نعى مسألة تشكيل الحكومة، لأن قال لا يتحرز الوقت، يعني لا يستحق الوقت أن نشكل حكومة جديدة. وطبعا هو يرمي في هذه اللائمة على رئيس الحكومة المكلف، وبالتالي يعني هناك صعوبة بالغة. نحن في لبنان اعتدنا على أن زمن تشكيل الحكومات يأخذ بين أحيانا سنة أحيانا بضعة أشهر، فما بالك بحوالي 50 يوم تعتبر الحكومة فيهم تقريبا شبه مستقيلة بالنظر لدخول لبنان في الاستحقاق انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلد. نعم، لكن أين وعود حزب الله في هذا الموضوع بانتشال لبنان من أزماته؟ حزب الله سيدي، يعني نحن اعتدنا على أن يطلق صواريخه الصوتية ضد إسرائيل، وأيضا صواريخه التنموية تجاه اللبنانيين. هو راعي منظومة الفساد كما نعلم جميعا، هو أرسى معادلة اسمها غطوا على سلاحنا نغطي على فسادكم، وقابلها حلفائه في نعم الطبقة السياسية التي هو ناظم، غطوا على فسادنا نغطي على الوضع في لبنان محرج. قال حسن نصر الله في الأيام الماضية بأن إنقاذ لبنان هو فقط من خلال الترسيم واستخراج النفط والغاز الذي لأجله أرسل مسيرات باتجاه حقل الكريش. وهناك كلام حقيقي وكبير وإيجابيات ربما تكون منفوخة على أن هذه المفاوضات فيما يتعلق بحقل الكريش ومع الكيان الإسرائيلي بأنها قد تحمل أخبارا إيجابية إلى لبنان. وبالتالي الكلام عن وعود، لا أحد يمتلك العصا السحرية للبنان. لبنان إنقاذه هو نتيجة تسوية أقليمية دولية، وهذا ما لا يلوح في الأفق حاليا.
تسوية إقليمية دولية، وهذا أمر يصعب المهمة أستاذ علي. يعني لو كانت مسألة محلية داخلية لكانت أسهل. بدون شك هو لبنان فيه نوع من الاستعصاء، لأن الدور الإيراني، إيران أصبح بات الدولة على المتوسط، وهي دولة إقليمية عظمى تحتل عدة عواصم عربية وتملك الكثير من الأوراق، وبالتالي وفي المقابل يعني إذا كان لإيران لديها مشروع استراتيجي تعمل عليه في الليل والنهار، بالمقابل لا يوجد مشروع يواجه المشروع الإيراني، يوجد ردات فعل خجولة على المشروع الإيراني، ولهذا نرى بأن إيران تتقدم مع الأسف بخطى ثابتة بعكس رافعي لواء مواجهتها والتصدي لها من الدول العربية خاصة، وبالتالي حتى في التسوية الإقليمية والدولية إن حصلت مع الأسف أيضا هذا ما يفرضه توازن القوى ستكون الكفة الراجحة لمصلحة إيران وزراعها في لبنان حزب الله، ما لم يحصل عمل ميداني دراماتيكي يؤدي إلى خلق توازن قوى جديدة في الميدان، وهذا أمر أيضا يعني غير متوفر، وغير متوفرة أدواته في هذه المرحلة. في ظل كل ما تفضلت به أستاذ علي، ما احتمالات اتساع دائرة التظاهر والإضراب في لبنان، وكيف ستؤثر، يعني كيف سيتم يعني السيطرة على هذه المنظومة المتفاقمة؟ الكثير من التقارير الأمنية الرصينة وحتى الدبلوماسية تتحدث أو تستشعر اندلاع ثورة شعبية ضخمة. يقال بأن ثورة 17 تشرين اللبنانية التي ملأت الشوارع بالملايين كما نذكر جميعا لن تكون شيء قياسا بالثورة القادمة، لكن الحقيقة الثورة القادمة إذا ما اندلعت هي لا أعتقد بأنها ستكون ثورة سلمية، لأن الناس جربوا كل أنواع السلمية، والمرجح أن تكون الثورة عنفية ومسلحة وأن تنزل الناس إلى الشارع بأسلحتها، ما يعني بأن البلد لبنان قد يكون انخرط بعد هذا الإفقار الممنهج الاقتصادي بأسباب معروفة لا داعي لتكرارها، قد انخرط أو انزلق إلى حرب بينية لا يستطيع أحد التنبؤ بمآلاتها، سيما في ظل ارتفاع بعض الأصوات التي تدعو إلى الفيدرالية من خلال تقسيم بيروت بلديا وليس دوائر انتخابية نيابية، إنما تقسيم المجلس البلدي لمدينة بيروت، بمعنى آخر بلدية لبيروت المسلمة وبلدية لبيروت المسيحية، وهذا أمر في الحقيقة يستبطن مشروعا خطيرا، لكن عندما كان بإمكان دعاة مثل هذه المشاريع التقسيمية تنفيذ هكذا أمور فشلوا، فما بالك اليوم. أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي اللبناني علي شندب، كنت معنا من بيروت.